السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائنا الطلاب الكرام. في هذا المقطع الجديد لهذا الأسبوع سنتكلم حول موضوع Triple Integration in Cylindrical Coordinates، وهو موضوع تكملة لما أخذناه سابقا حول التكامل الثلاثي، أي بمعنى آخر أنه راح نأخذ الإحداثيات الأسطوانية اللي تكون مشابهة للإحداثيات المتعامدة الكارتيزية. مقدمة على الموضوع من أجل تبسيط التكامل الثلاثي بالنسبة للتطبيقات الهندسية المتضمنة الأشكال الهندسية مثل الأسطوانة، المخروط، الكرة وغيرها من الأشكال. فإنه من الأفضل أنه نستخدم، والأسهل طبعا أنه نستخدم الإحداثيات الأسطوانية وما يسمى بالسلندريكال كوردينيتس. بالحقيقة هذا الإجراء يكون عن طريق، كيف نستخدم السلندريكال كوردينيتس؟ عن طريق تحويل الريكتانجولار كوردينيتس اكس واي زد وحساب النتائج التكامل بشكل مشابه للتكامل الثنائي عندما حولناه للبولار كوردينيتس، كما تشوفون بالشكل التالي. طبعا المحاضرة ايضا هي موجودة في الكتاب، هذه المحاضرة الموجودة، وهذا هو الشكل ايضا يوضح لي نقطة من الجسم بالفراغ. اذا كان عندنا جسم مثل ما تشوفون بالفراغ، وهذه النقطة تمثل الإحداثيات R ثيتا Z، أي بمعنى آخر تبعد شعاع بمقدار R عن نقطة الأصل، أوكي، أو عن النقطة اللي مقارنة إلها بالزد في أي موقع. نود ناخذ شريحة فتبعد بمقدار R وبزاوية ثيتا وبارتفاع مقداره، أو مقدار الارتفاع اللي هو نشوفه زد. فمثل ما شفتوا الآن بهذا الشكل، أيضا نقدر نوضحه بهذه الصورة، انه نطبق الاحداثيات الاسطوانيه على الفراغ اللي تكون هي عباره بالحقيقه عن كومبايننج، جمع للبولر كوردينيتس الار ثيتا مع الزد اكسس. فبالتالي السلندريكال كوردينيتس هي احداثيات تكون ار ثيتا اند زد. اذا تلاحظون مثل ما تلاحظون انه اذا عندنا نقطه بالفراغ، فراح تكون المسقط العمودي لها اللي هي البعد العمودي هذا هو الزد، وبالتالي ما يتبقى هو شنو يكون عندي سابقا نقول بالاكس واي بلين، لكن هسه راح ناخذه بالار ثيتا بلين اللي هو البولار كوردينيتس. اذا البولار زائدا احداثي متعامد باتجاه الزد يسمى سلندريكال كوردينيتس. تعريف السلندريكال كوردينيتس، كل نقطة بالفراغ مثل ما شفت بالشكل ممثلة بآر ثيتا زد، حيث أن آر ثيتا هي شنو، هي المسقط العمودي للنقطة بالإكس واي بلين مثل ما شفتوا. هذا تلاحظون هنا الآر والثيتا هو المسقط العمودي لأي نقطة من الجسم بالفراغ في الإكس واي بلين اللي تبعد بمسافة آر عن نقطة الأصل، الشعاع الآر وبزاوية ثيتا اللي هي باتجاه الإكس الموجب، أوكي. و شو تمثل لي بعد ايضا، انه النقطه الفراغ ار ثيتا زد، ار ثيتا قلنا هي المسقط العمودي، والزد هو المسافه العموديه للاحداثي يعني الريكتانجولر، اوكي، المسافه العموديه من المسقط الى النقطه الموجوده بالفراغ. من اجل حقيقه من اجل تحويل العلاقات من الريكتانجولر كوردينيتس الى السلندريكال كوردينيتس ار ثيتا زد، فنحتاج العمليات التحويل التاليه اللي هي كل اكس مثل ما اخذنا مثلث فيثاغورس بالكومبلكس نمبر، وايضا اخذنا بالبولار كوردينيتس. فنفس الفكره انه عندنا مثلث قانون فيثاغورس مقابل على المجاور، المقابل على الوتر والمجاور على الوتر. فكل اكس على ار تساوي كوساين ثيتا، اذا اكس تساوي ار كوساين ثيتا، واي تساوي ار ساين ثيتا، بعد شنو الزد يبقى هو نفسه زد، الار سكوير فيثاغورس هي اكس سكوير زائد واي سكوير، وتان ثيتا هو واي على اكس. لاحظوا هنا في اي نقطه انه من نجي نمثلها راح يكون عندي، لو تلاحظون هذا شعاع ينطلق اذا اريد ناخذ elements، فالelements يكون بالشكل التالي، انه راح يجي انه ناخذ مسافه اللي هي زاويه تمثل لي العرض مال هذا الelements او الشريحه اللي ناخذها بالفراغ. فهذه زي العرض مالتها هي دلتا ثيتا، والعمق او الاتجاه باتجاه اللي يعني زياده الجسم فيسمى دلتا ار، والمسافه من بدايه الجسم الى من 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 محور الزد الى بدايه الجسم تسمى ار. فبالتالي اذا نريد نوجد مساحه هذا الشكل او حجم المساحه هي ار دي ار دي ثيتا، اما ارتفاع هذا الاليمنت فيكون دلتا زد. فبالتالي راح يصير عندنا الدي في هو بالحقيقه دلتا زد في ار دلتا ار دلتا ثيتا. اذا نحوله بدلاله الدي فيكون دي في يساوي دي زد ار دي ار دي ثيتا، مثل ما سابقا كنا نقول.
الاكس يساوي الدي في يساوي دي زد دي واي دي اكس، هسه الدي في يساوي دي زد، والباقي هو المساحه بالبولر اللي هي الار دي ار دي ثيتا. في السلندريكال كوردينيتس على سبيل المثال احنا عندنا المعادله مثلا اللي هي اكس سكوير زائد واي سكوير او الار تساوي اي، بالحقيقه هي مو تكون فقط هي معادله دائره، وانما يمثل لي اسطوانه، بالحقيقه اسطوانه متكامله تكون حول محور الزيت كما واضح في الشكل. فمثل ما تلاحظون عندنا اذا كان عندي من يجينا اكس سكوير زائد واي سكوير تساوي اي سكوير، بالحقيقه مثل ما تشوفون هذه عباره عن، اذا تشوفون هنا المحاور المتعامده هي عباره عن اسطوانه. اوكي، هذه الاسطوانه شو تكون عندي انه على باتجاه زياده الزد، لكن عند الزد اكسس شو راح ينطيني؟ النقطة اللي تقع على محور الزد، على سبيل المثال الزد نوت، هذه نقطة في منتصف الشكل، في هذه النقطة اللي راح تكون في منتصف الشكل أو على محور الزد، هذه راح تعطيني قيمة الـ R تساوي صفر. واضح؟ وأيضا إذا أجينا نريد نعرف أيضا أنه بالـ cylindrical coordinates أنه كيف تتغير الـ R وكيف تتغير الثيتا في هذه العملية. بالحقيقة مثلا أو كيف تتغير أيضا الزد. فبالحقيقة هسه مثل ما شفتوا انتم انه اتجاه الزيادة انه راح يكون تغير الازد. اذا اجينا واخذنا قطعنا الشكل كانما جبنا منشار وقطعناه عموديا بواسطة هذا المستطيل اللي تشوفوه، اخذنا مقطع عمودي، يعني جينا قطعنا الشكل فراح يصير نصف اسطوانة من هذه الجهة ونصف اسطوانة من هذه الجهة مثل ما مهشر لكم بهذا الشكل. فبهذا المقطع معناها شو تكون؟ عند هذا المقطع لو تلاحظون اكو زاوية ثابتة، يعني مثل ما تشوفون هنا هو هذا الخط اللي لحد هذه النقطة هذا المقطع، وجينا هذه زاوية، لما تكون ثيتا تساوي ثيتا نوت اللي هي الزاوية الثابتة، هذا يوضح لي المستوي اللي قطع لي الشكل بمنشار كأنما قطع لي الاسطوانة باتجاه العمودي. وبهذا المقطع شو يكون عندي؟ راح يكون قيمة الار ايضا تتغير وقيمة الزد تتغير. لو تلاحظون هسه هنا الار تتحرك من الصفر الى ابعد نقطة، وايضا الزد يتغير على طول الشكل هذا. ايضا نريد نعرف انه هل تتغير يعني تتغير مثلا هنا عندي الار مثل على سبيل المثال مع الشكل. نلاحظ انه اذا اجينا وقطعنا الشكل مقطع عرضي مثل ما تشوفون في هذا الشريحه، اذا اجينا هسه جبنا منشار وقطعنا الاسطوانه كمقطع عرضي راح يصير عندنا جزء للاعلى وجزء للاسفل، عند النقطه زد نوت، فعند هذا عند هذا الجزء اللي هو زد يساوي زد نوت زد ثابت، بالتالي نلاحظ انه عندنا هنا شو يصير؟ الار تكون متغيره وايضا ثيتا متغيره عند هذا المقطع كله، لانه باعتبار على الجوانب كلها راح تتغير ثيتا، وايضا نفس الوقت الار تتغير، يعني المقطع الدائري اللي متبقي من الشكل، المقطع الدائري مو المقطع العمودي. اوكي؟ وبالتالي دا نستنتج هنا هذا الشكل دا يوضح لنا انه اذا عندنا على سبيل المثال اخذنا اسطوانه، هذه الاسطوانه دا تبين لنا انه كيف تتغير الار والثيتا مع تغير الزد، او اذا ثبتنا الثيتا فتتغير الار والزد، واذا ثبتنا الزد راح تتغير الار والثيتا. فبالتالي استنادا على التكامل يكون باقي التكامل هو عباره عن متغيرات احدهما بدلاله الاخر. هسه راح نجي نتعرف انه شلون راح نقدر نكامل، راح نجي ناخذ كيفيه التكامل يعني بالسلندريكال كوردينيتس. من اجل التكامل اي داله، اذا عندنا داله معرفه على منطقه بالفراغ اوكي بالسلندريكال كوردينيتس، مثل ما تعلمنا سابقا اذا اردنا على سبيل المثال ايجاد تكامل داله على منطقه فنقول تربل انتجرال اف اوف اكس واي زد الكل دي في المنطقه دي. فبالحقيقه بدايه اذا اردنا نحول سلندريكال كوردينيتس لازم نستبدل الداله f of x y z بدلات f of r في z مثل ما تعلمنا قبل قليل عن طريق ايجاد المعادلات x و y بدلاله ال r و theta، وال z تبقى ايضا بدلاله ال z ما تتغير. لذلك فمن نريد نحولهن بدايه لازم نكامل بالنسبه لل z مثل ما تعلمنا دي z، وبعدين نكامل بالنسبه لل r، واخيرا finally with respect to theta اي نكامل بالنسبه للثيتا اتباعا الى شنو؟ وفقا للخطوات التاليه. هسه راح نجي على خطوات التكامل انه كيفيه معرفه يعني حدود التكامل بالنسبه للزد وبالنسبه للار وبالنسبه للثيتا، اللي هي جدا بسيطه مثل اقدر اقول لكم اياها تشبه البولر بس مجرد توجد مسقط عمودي. اولا مثل ما تعلمنا بالتربل انتجريشن نرسم الشكل المنطقه اللي موجوده بالفراغ،
ونرسم المسقط مال هذا الشكل وين بالاكس واي بلين نفس اللي تعلمناه سابقا، ما تغير به شيء، وراح نحدد المناطق الدخول والخروج من الاعلى، وكذلك المسقط ايضا يكون نحدد المنحنيات اللي موجوده بالاكس واي بلين. هسه لو تلاحظون عندنا على سبيل المثال شكل هنا يقول الليبل مالته او اللاترال اللي هي جوانب الشكل، اوكي مثلا سلندر، ومن الاسفل فد معادله زد تساوي د للاكس واي، احنا شو نسوي؟ حولناها للار ثيتا. احنا من البدايه قبل لا نبدي حولنا للار ثيتا، ومعادله السطح العلوي ايضا بدايه الاكس واي حولناها بدايه الار ثيتا، فصار عندي هذا الشكل. بعد مساواه المعادلتين المسقط مالتهم راح يكون هو عباره عن شنو؟ ار ثيتا فقط. شكل عباره عن معادله بها ايضا سطح قريب لنقطه الصفر اللي هي داله اولى للثيتا اتش اوف اتش 1 اوف ثيتا، وداله ثانيه للثيتا اتش 2 اوف ثيتا. بعد الرسم نجي نوجد حدود الزد التكامل اللي هي فايند الزد ليميتس اوف انتجريشن. شلون نوجدهن؟ راح نرسم شعاع ينطلق من البروجكشن ويدخل الى يعني من خلال النقطه ار ثيتا ويدخل الى الشكل من المعادله السطح السفلي زد تساوي جي 1 للار ثيتا، ويخرج بمعادله السطح العلوي اللي هي زد تساوي جي 2 للار ثيتا، وبالتالي حدود التكامل راح تكون كما موضحه بالمعادله او بالشكل التالي اللي هي ايضا مثل ما شفناها او مثل ما اخذناها بالتربل انتجريشن الاعتيادي. لايجاد الار ليميتس اوف انتجريشن هنا نروح نجي نباع المسقط اللي موجود عندنا. بالنسبه للمسقط راح شو نسوي؟ نرسم شعاع ري نسميه ري ال ار، هذا راح يدخل الشكل من منين؟ يدخل الشكل بمعادله ار 1 ويخرج طبعا من نقطة الأصل، ينطلق شعاع مثل ما تعلمنا بالبولر، فيمر من خلال من نقطة الأصل ويدخل الشكل بمعادلة الدخول اللي هي R1H1 of theta، ويغادر شعاع بمعادلة الخروج اللي هي H2 of theta، وهذه راح تكون هي حدود التكامل بالنسبة للآر. مثل ما تلاحظون بالشكل التالي، هذا هو الشعاع اللي راح بالنسبة للبروجكشن. تقدر انت تحول الشكل ترسمه اكس يعني اكس واي بلين، فتسوي شعاع يدخل الى المنطقة ويخرج من المنطقة، اذا هي منطبقة على اكس واي بلين فراح يدخل صفر مثلا. فهنا انا عندي نقطة معادلة الدخول وهذه هي معادلة الخروج. اما الثيتا ليميتس اوف انتجريشن فراح نقول انه عندنا ال ار، لا تلاحظون هذا ال ار هو راح يكون يعني يمتد شنو؟ من بداية الشكل اكو بداية للشكل اكو ال، الاشعة اللي نرسمها نرسم شعاع من بداية الشكل من ال شنو؟ من الاكس الموجب، طبعا دائما ناخذ الاكس الموجب ومن اصغر زاوية مع الاكس، فهذه النقطة راح تكون هي اول زاوية، ونتحرك عكس عقرب الساعة باتجاه، شوفوا اذا تلاحظون هنا التحرك راح يكون مالتنا كاونتر كلوك وايز، وبالتالي الشعاع نهاية الشكل راح يمثل لي الزاوية مالته من الاكس الموجب الى هذا الشعاع، راح تمثل زاوية النهاية اللي هي بيتا موضحة هنا بهذا الشكل، هذه زاوية الخروج يعني بزاوية البداية وزاوية النهاية مثل ما كنا ناخذ بالبولر، فبالتالي راح تكون حدود الثيتا هي ما بين الالفا والبيتا. اذا التكامل اللي اخذناه قبل شوية راح يكون بالشكل التالي، تربل انتجريشن دال نحولها بداية الار وثيتا وزد، حدود التكامل دي زد اول شيء اذا لازم نكامل للزد من معادلة الزد الاسفل الى زد الاعلى حسب قلنا اتجاه الام زد اللي موازي لمحور الزد، وراها ار دي ار اللي هو حدود تكامل الار، وراها دي ثيتا هنا ما ظاهر بالاستنساخ، فهنا هاي حدود الثيتا شباب. طبعا هنا اكو مثال يعني يوضح لنا مثال يوضح لنا شلون راح نبدي نحل باستخدام البولر كوردينيتس، فاريد تنتبهون وياي على هذا المثال. Find the centroid دلتا يساوي واحد، هو ذاكر لي دلتا يساوي واحد of the solid enclosed محدد بي الاسطوانة، يعني جوانب الاسطوانة عند شكل اسطواني، هو ده يقول لي شكل اسطواني x square زائد y square تساوي 4 bounded above، هسه مطيني جانب الشكل، هاي جوانب الشكل، هسه بعد لازم يحدد لي من الاعلى ومن الاسفل شنو؟ ما حدد لي، لازم اكو تحديد بهاي الموضوع حتى اعرف منو زد الدخول والخروج. bounded above by the paraboloid مطيني محدد من الاعلى بواسطة القطع زد يساوي x square زائد y square، هذا اللي يشبه قلنا يشبه القمع. اوكي؟ and bounded below by the xy plane اللي هو معناه زد يساوي صفر. فبالتالي احنا نجي اول خطوة نسويها نرسم الشكل الثلاثي، نرسم اسطوانة محدد من الاسفل بالxy plane يعني زد يساوي صفر، ومن الاعلى شو محددني؟ اني اللي نهاية الشكل لازم تكون منو؟
لازم تكون معادلة x سكوير زائد y سكوير. فإذا أنا إذا أساوي هذه المعادلة اللي هو بارابولويد، البارابولويد هذا مبين اتجاه الزيادة يبدي من الصفر ويزداد البارابولويد قمع للأعلى، يكون اتجاه الأعلى، شلون القطع المكافئ للأعلى. فثلاثي الأبعاد بزيادة قيمة x أو أخذ قيمة x أكبر من الصفر، قيمة سواء كانت موجبة أو سالبة، وكذلك الواي راح تزداد قيمة الزد. إيش وقت نتوقف؟ أكيد مع نهاية معادلة السلندر، لأن هنا x سكوير زائد y سكوير تساوي 4. إذا زد إيش قد يساوي؟ هي أصلاً زد يساوي x سكوير y سكوير، إذا زد يساوي 4. فبالتالي أنا راح أتوقف عند هذه النقطة. إذا نرسم اسطوانة، من الأسفل زد يساوي 0، ومن الأعلى بمعادلة زد تساوي x سكوير زائد y سكوير هو محددني إياها. توقفنا عند هذه النقطة اللي هي آخر نقطة حسب ما نعرف حسب جوانب الاسطوانة، يعني جانب الاسطوانة هو اللي حددني. إيش وقت ما التقى هذا البارابولويد مع الاسطوانة انتهى رسم الشكل. هسه بعد ما كملنا الرسم نحدد المعادلات الموجودة، السطح الأسفل زد يساوي صفر اللي هو البروجكشن، السطح العلوي معادلته آخر نقطة بالسطح العلوي اللي هي معادلة منه؟ معادلة القطع. ما يصير تقول زد تساوي 4 في هذا السطح، وإنما عندك متغيرات زد يتغير مع الأكس والواي، زد تساوي x سكوير زائد y سكوير. فبالتالي أنا حددت هالمعادلات. هسه بقت معادلة الجوانب، طبعا الجانب اللي هي x سكوير زائد y سكوير تساوي 4. شي فيدني اني انه انا حتى اعرف البروجكشن مالتي انه اساوي المعادلتين، اما الدخول والخروج يختلف هنا الموضوع. هسه بما انه عرفنا ان الشكل شلون رسمناه، نجي هسه بعدها الخطوه اللي بعدها انه ناخذ نلتقيكم بالفيديو القادم.